يا مساء الفل عليكم ومتابعينا في كل مكان. معاكم احمد الهواري على بيج كابتن طارق السيد، وفيديو جديد وكواليس جديده واخبار جديده وليله بيضاء، ليله سعيده على جمهور نادي الزمالك بتتويج كوماندوز ابطال فريق الهاندبول في نادي الزمالك ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه. الفرحه فرحتين بتتويج الزمالك ببطوله كاس الكؤوس، لان البطوله بتاخدها من المنافس او من الغريم التقليدي النادي الاهلي، وفي صاله النادي الاهلي، فده اللي مخلي الفرحه فرحتين. الكل كان بيمني النفس بالفوز باللقب. لما بتاخد بطوله قاريه من المنافس بتاعك بيبقى الموضوع مختلف بشكل كبير جدا يعني. فالنهارده شفنا مباراة في صالة النادي الأهلي، مباراة تاريخية لأبطال الهاندبول. كل الفريق كان نجوم بيتألقوا وبيحاولوا يعوضوا جمهور الزمالك وبيعوضوا أنفسهم عن موسم محلي، مش أفضل موسم أو موسم يعني محلي للنسيان، لكن أعتقد أبطال الكوماندوز النهارده صالحوا جمهور نادي الزمالك في مباراة ولا أروع لأحمد الأحمر اللي استعاد يعني ذكريات أمجاده وتألقه. وشفناه النهارده بيقدم مباراة كبيرة جدا. بنبارك لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك والأبطال الكوماندوز رغم كل المشاكل اللي الفريق مر بيها، والمشكلة الأبرز موضوع مستحقات أو قيمة المشاركة وتأخر الزمالك في دفع الجزء المتبقي لحد ساعات قليلة قبل الماتش. يعني الزمالك سدد قبل الماتش بثلاث أربع ساعات، وكان الفريق مهدد باعتباره منسحبا. يعني أزمات كتير، لكن الحمد لله الأبطال تفادوا كل ده وعزلوا نفسهم تماما عن المشكلة أو المشاكل اللي طردتهم، والفريق او الابطال الزمالك قدروا ان هم يحققوا كاس الكؤوس الافريقيه. بنبارك مره تانية لابطالنا، ويعني الحمد لله النهارده برضو فرحه بالمستوى اللي قدمه فريق كره القدم، اللي طبعا موسم يعني للنسيان بالنسبه له. ولكن خلطه اسوريو السحريه او البروفيسير اسوريو، مش انا اللي بقول انه بروفيسير، الراجل ده بروفيسير، وكل الفرق اللي دربها قبل كده والمنتخبات على رأسهم منتخب المكسيك في كأس العالم، هو بيتقال عليه بروفيسير في كل الدول اللي دربها وفي بلده نفسها كولومبيا. الراجل بيحاول يقدم كرة جديدة، يعمل للزمالك شكل هجومي بحت. شفنا النهارده الزمالك بدأت خلطة أسوريو السحرية تؤتي بثمرها. الزمالك النهارده من أول دقيقة لآخر دقيقة بيهاجم هجمات متتالية، بيحاول يسجل أكتر من جون، سجل هدف عن طريق نضاي وجونين اتلغوا. لو هناخد على الزمالك النهارده سلبيات، يعني أعتقد إن برضو الزمالك السلبية الأبرز يعني أو النقطة اللي الزمالك حتى الآن مش عارف يعالجها، ودي ما أعتقدش يعني جهاز فني قد لعيبة، إن برضو بنستنى لحد آخر دقيقة إن إحنا يبقى متقدمين فرق جون واحد ونفوجئ في الآخر بجون فينا وتخسر نقطتين من لا شيء يعني. فأتمنى إن الجهاز الفني واللعيبة يتداركوا الخطأ ده خلال الماتشات الجاية. طبعا متعودين مع بعض على الكواليس والأخبار والحصريات، خلينا أبدأ لكم بملف من أهم الملفات يعني، وهو قائمة الراحلين، الصفقات، الدنيا ماشية ازاي في الملف ده. كنت انفردت معاكم في الفيديو امبارح بان الكولومبي خوان كارلوس اسوريو حدد المراكز اللي هو عايزها، ولم يعني مختارش اسماء، وايضا قائمة الراحلين الراجل لسه ما حددش قائمة الراحلين. ولكن خليني اقول لكم بعض المعلومات فيما ستشهده الاختيارات من قبل الكولومبي خوان كارلوس اسوريو المدير الفني للزمالك، وهو ان قائمة اللعيبة الراحلين قد تشهد بعض المفاجآت المدوية. الكل طبعا حاطط في خياله من الجماهير بعض الاسماء، واسماء كتير جدا، ان قائمة اللعيبة الراحلين في نهاية الموسم هتشهد الاسماء دي. ولكن خلينا اكد لكم ان اسوريو لحد دلوقتي بيحاول ان هو يكون القناعات الكاملة على اللعيبة اللي عنده، ولكن المفاجآت اللي ممكن تكون في قائمة الراحلين وهي استمرار بعض اللعيبة زي محمد أشرف رؤى لاعب خط الوسط ممكن يكون مستمر، بعض الأسماء أو بعض المسؤولين جوه نادي الزمالك عندهم رأي وهو استمرار محمد أشرف رؤى
الزمالك هيتعاقد مع صفقات واتنين تحديدا في خط النص 6 و8، ولكن هناك تفكير في الابقاء على محمد اشرف روقه كلعيب بديل. اللاعب كمان او بعض المسؤولين جوه النادي او جوه الفريق شايفين ان هو ليه دور كبير جدا جوه اوضه اللبس، وبيحاول يلم اللعيبه وبيتكلم ودور كبير جدا. انا بقول لكم معلومات، ففي البعض جوه الفرقه يعني بيقول ان ممكن اللاعب يكون موجود. ده بنتكلم على الجزء اللي بره الملعب. الجزء الفني المدرب بيحبه، وسوريو بيحبه قبل كده، فريرا كان بيحبه. بيحبه ده مش قصه حب وكره قد ما حكم فني، يعني هو ممكن يكون ليه بعض الاخطاء داخل الملعب، ولكن بيشتغل المدير الفني على ده. فما اعلمه ان اسوريو لديه او بدا يكون عنده قناعه بمحمد اشرف رؤى، وممكن يكون رؤى من اللاعبين اللي موجودين او يخلو اسمه من قائمه الراحلين بنهايه الموسم. من ضمن الاسماء برضو اللي قد يتم الابقاء عليه وهو ابراهيم انضاي. ابراهيم انضاي بدا يجي، بدأ يظهر، بدأ يقول أنا عندي حاجة، وبدأ مستواه يبدأ واحدة واحدة، والجهاز الفني خلاص اعتمد اللاعب في مركز الوينج رايت، وبدأ يعتمد عليه بشكل أساسي جدا، واللاعب بدأ يجيب وبدأ يسجل. ففي حكم خلال الفترة الجاية دي على كل اللعيبة، ولكن الاتنين دول تحديدا وارد بشكل كبير جدا ان ممكن يكونوا مفاجآت الموسم الجديد، ويكونوا بنهاية الموسم اسمائهم ليست موجودة ضمن قائمة اللاعبين الراحلين. شفنا كتير جدا كلام على صفقات، وتحديدا لعيبة اجانب. البعض قال ان في مفاوضات مع الجزائري الياس شيتي بعد رحيله عن الدوري الفرنسي، يعني لاعب ممكن يكون موجود في الزمالك، والبعض قال ان في مفاوضات معاه. وايضا النهارده برضو ظهر اسم جديد وهو الجزائري اللاعب حسام غشة. سالته كده واتقال لي ان الاتنين دول اسماء مرشحه معروضه من جانب وكلاء، وليس هناك تفاوض مباشر معاهم. الزمالك لم يفتح باب التفاوض المباشر ولا مع حسام غشة ولا مع الياس الشتي، ولكن تم عرض الثنائي على الزمالك من ضمن أسماء كتير جدا من جانب وكلاء. والكل يعلم أن الزمالك بيبحث عن صفقات جديدة ولعيبة أجانب كمان، تحديدا في ظل رحيل متوقع لاسمين أو ثلاثة، أبرزهم طبعا البني سامسون اللي خلاص أول اسم في قائمة الراحلين. وعشان كده البعض أو أغلب الوكلاء بيبعتوا ترشيحات للعيبة كتير، ومنهم الثنائي الجزائري. ولكن خليني أقول لكم زي ما كنت قلت إن الراجل محددش أسوري ومحددش أسماء، ولكن حدد مراكز. ولكن في لعيبة في حسابات إدارة الكرة والجهاز الفني اللي معاهم كمان شايف إن دي أسماء كويسة، وتحديدا إدارة الكرة. أسماء زي مين؟ مصطفى العش، لاعب غزل المحلة، لعيب بيلعب ديفندر وبيلعب باك ليفت، وده المركز أو ده الشكل اللي عايزه وسوريو، ان اللعيب السيرد باك يلعب برجله الشمال. فواحد من ابرز الاسماء اللي محطوطه على طاوله اداره الكوره ان هي هتتعرض على الكولومبي اسوريو لابداء رايه فيه. ايضا هشام صلاح الظهير الايمن لنادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر، كان انضم المعسكر الاخير تحت قياده البرتغالي روي فيتوريا مدير فني لمنتخبنا. من ضمن الاسماء هشام صلاح، والزمالك حطه في حساباته. واللاعب الاهم بالنسبه للزمالك وهو محمود حماده، لاعب وسط فاركو، اللي في رغبه كبيره جدا للتعاقد معاه، خاصه زي ما قلت لكم ان الزمالك بيبحث عن التعاقد مع 2 ديفندرات 6 و8. فمحمود حماده على راس قائمه اللاعبين المرشحين للتفاوض معاهم والانضمام للزمالك في الميركاتو الصيفي. ده كانت كواليسنا النهارده، او دي كانت كواليسنا النهارده، ودايما ان شاء الله بنحاول ان احنا نكون معاكم بشكل يومي على صفحة كابتن طارق ساد. كنت معاكم احمد الهواري، وباذن الله ان شاء الله نحاول ان احنا كل يوم يكون فيديو جديد بكواليس جديدة وحصريات جديدة واخبار جديدة. مرة تانية بنبارك لكوماندوز اليد وابطال فريق الهاندبول للزمالك بالتتويج بلقب كأس القوس الافريقية من قلب الجزيرة، وبنبارك لفريق كرة القدم على الشكل اللي بدأ الفريق يظهر عليه مع خلطة أسوريو السحرية. ده كان فيديو النهاردة، وإن شاء الله نلتقي من جديد في فيديوهات أخرى.